سجلت مملكه البحرين انخفاضا في اجمالي اعداد الحالات القائمه لفيروس كورونا نعم حيث أعلنت وزارة الصحة في آخر إحصائية لها تسجيل 2599 حالة قائمة جديدة ليصل العدد الإجمالي للحالات القائمة إلى 27336 حالة منها 69 حالة تتلقى العلاج في المستشفى و14 حالة في وحدة العناية القصوى هذا وتم تسجيل حالة وفاة واحدة خلال اليوم كما أعلنت وزارة الصحة تعافي 4077 70 حالة إضافية ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 478190 ألفا حالة.